السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي والقناة ديالكم ديليشيس كيتشن، المطبخ اللذيذ. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم لمائدة رمضان أو حتى الحياة اليومية هاد الفطيرة بالطون. مكونات ديالها بسيطة جدا وفي المتناول، وكتوجد دغيا بدون أي تعب. خليكم معايا مع المكونات وطريقة التحضير. هنا بالنسبه للمكونات البنات، غنحتاجوا لواحد الرولو ديال لاباط فويتي، واحد البصله مشلضه، بغيتوا البصله البيضاء ولا الحمراء اللي بغيتوا، فلفله صفراء مقطعه الى مكعبات، حتى هي الا بغيتوا الخضراء ولا الحمراء، القليل من الزيتون الاخضر مقطع الى دوائر، علبه ديال الطون، جوج معالق كبار ديال المدنوس مفروم. غنحتاجوا في التوابل التحميره والبزار ومسك الجبير والملحه، الجبن ديال الموتزاريلا محكوك، والفرماج غابي. هنا غندوزو دابا لطريقه التحضير. هنا ناخذ واحد المقله، نوضعو زيت الزيتون ولا الزيت النباتيه كما بغيتو على نار متوسطه، نوضعو البصله ديالنا والفلفل كيتشحروا جيدا حتى كينزلوا لينا. غادي نضيفو من بعد الزيتون الخضر، دائما مع عمليه التحرير باش ما كيسقونيناش المكونات في المقله. ومن بعد غنضيفو الطون، طريقه سهله جدا. غنضيفو التوابل، المعدنوس والتحميره، البزار، مسك الجبير، الملحه على حسب الذوق. هنايا من بعد البنات ما كنضيفو على المكونات، كنخليهم حتى كيبردو، كنضيفو الموتزاريلا، الجبن ديال الموتزاريلا، وقليل من الجبن ديال المحكوك الايمونتال. كنحركوا هاد المكونات جيدا حتى كيتجانسوا، ومن بعد غادي نجيب هذاك الرولو ديال لاباط فويتي كما كتشوفوا معايا، وغادي نجي ندير غادي نقطع بالسكين كما كتشوفوا معايا. غادي نقطع اشرطه في الجوانب بجوج، طريقه سهله جدا. كتجي البنات هاد الفطيره زوينه بزاف ولذيذه وسهله، خصوصا سهله وكتختصروا الوقت، يعني ما كتعذبوش بزاف. صافي، كنشكلوا هاد الخطوط بهاد الطريقه هادي فقط من الجوانب، والوسط كنخليوه هكذا كما كنمسوش فيه. غادي نجيو وغادي نجيبو الحشوه ديالنا وغادي نوضعوها في الوسط كما كتشوفوا معايا. غنوضعوا الحشوه ديالنا في الوسط، ودابا البنات غادي نجي وغادي نسد على الحشوه ديالي. غادي نجي وغادي نجيب الاشرطه اللي على الجوانب، كنجيب مره الجانب الايسر ومره الجانب الايمن، باش بحال اللي كنقولوا كنضفروها. انا لاباط فويتي خصكم تزربوا عليها، لانها من بعد ما كتبقى كتسخن وكتعذب شويه، يعني خص تكون هاد العمليه هذه بسرعه، بحال اللي نقولوا كنديروا لها الضفره. كنسدوها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا في الفيديو، طريقه سهله جدا. صافي، كنكمل بنفس الطريقه البنات حتى كنسدها كامله وما تبقاش هذيك الحشوه باينه عندي. ودابا من بعد ما كملت البنات، غادي ندهن الوجه ديال هاد الفطيره هادي بصفار بيضاء. غادي ندهن الوجه جيدا من الجوانب والفوق، ما نخلي حتى بلاصه باش كتولي اللون ديالها ذهبي من جميع الجوانب، يعني هادي في اخر لحظه البنات تنوضوا توجدوها.
المائده في رمضان صافي. ومن بعد غادي نجي وغادي ندير الفروماج محكوك المتبقي عندي، غادي نديرو من الفوق وغادي ندخلها الفران درجه حراره 180 حتى كتحمر. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الفطيره بالطون اللي حضرت معكم اليوم لمائده رمضان او حتى الحياه ديالكم اليوميه. فطيره جد سهله واقتصاديه، مكونات متوفره في كل بيت. نتمنى الوصفه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم. وصفه سهله جدا وفي المتناول، وتقدروا تستعملوا اي حشوه بغيتوا. كما كتشوفوا معايا جات محمره مزيان وهذاك الفرماج دايب من الفوق. غادي نقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي امره. وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي حشوه بغيتوا، بغيتوا تستعملوا الكفته ولا الكفته ديال الدجاج اللي بغيتوا واللي متوفر عندكم. ما عليا غير نقول لكم شهية طيبة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. وما تنسونيش من اللايكات والتعليق والبارتاج ديال الفيديو. مع السلامة.